يعتبر تيري ماكدورمانت خريجا اخر من خريجي ليفربول، فقد اوصل هذا اللاعب النظامي في صفوف المنتخب الاداء في خط الوسط الى مستويات جديدة. فقد كان ماكدورمانت يمتلك القوة والسرعة واللمسة السحرية، كان هدافا مثابرا حيث احضره المدرب بوب بيسلي في اواخر عام 74 ليصبح لاعبا متميزا في سعي ليفربول لحصد المزيد من الاوسمة. اشتهر باختراقاته القوية واصبح لاعبا نظاميا في صفوف المنتخب الانجليزي. سجل هذا اللاعب 81 هدفا لفريقه ليفربول، منها هدفه في نهائي كأس الاندية الاوروبية في عام 77 في روما. فقد واصل تيري طريقه في مجال التدريب على اعلى المستويات.